الخبر اللي بعد كده، في واحنا بنتكلم عن البيوت القائله للسقوط، في حصل انهيار جزئي في عقار في الفجاله، لسه ازمه انهيار العقارات في محافظات مختلفه مستمره. النهارده منطقه الفجاله شهدت انهيار جزئي في احد العقارات، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من استخراج 6 أشخاص من المقيمين في العقار بواسطة السلم الآلي. في السويس أيضا شخصين من أسرة واحدة أصيبوا في انهيار منزل قديم من طابقين بضاحية كفر سليم بحي الأربعين، تم نقلهم إلى المستشفى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وقوات الشرطة بالتنسيق مع حي الأربعين فرضوا كردون حوالين المنزل المنهار، وتم رفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود أي حالات مصابة أو ضحايا.